حياكم الله مشاهدي الأحبة. انطلاقا من إيمان الحكومة بضرورة الاهتمام بالعلاقات الخارجية وتعزيزها مع الدول، دأبت على استمرار الزيارات إلى البلدان العربية المعنية والمشمولة ضمن نطاق التعاون الدولي اللي رسمته الحكومة الحالية، حيث جولت غربا وشرقا لدول الجوار وكذلك الخليج لإنشاء علاقات ودية وحلقات وصل معها للتوصل إلى إنشاء مشاريع تعود بالنفع إلى البلد والبحث عن مصالحه، وذلك لما يرتبط العراق مع هذه الدول من مصالح مشتركة منها بحرية وأخرى اقتصادية وتجارية وكذلك تعزيز الجانب الأمني. لذلك كان الاهتمام بالعلاقات الخارجية ضمن سلم الأولويات البرنامج الحكومي. ملفنا الثاني مشاهدينا لحصاد هذه الليلة راح نتابع ما حدث في الأردن، حيث عاشت خلال الساعات الماضية أحداث غير طبيعية نقلتها من حال إلى حال بعد ثورة الشعب اللي خرج إلى الطرقات، أعلن رفضه لإجراءات الحكومة الأردنية اللي رفعت أسعار المحروقات ساعات إضافية وتطورت الأمور إلى اشتباك مع الأمن وتبادل في شعارات الاحتجاجات من غلاء الأسعار للنفط الخام. والغريب جدا أن الإعلام والأسماء البارزة في التواصل الإلكتروني اللي كانت تشجع على الحرية ومضامين العدالة في العراق وإيران لم تستطع إدارة رقبتها نحو غرب العراق لحين ما يرفع هذا المأزق والحرج هناك. فالكيل بمكيالين هو ما توفر حاليا. خلونا نناقش هذه الجزئيات ضمن حصادنا لهذه الليلة ونفتح هذه المحاور مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. أشر في تصريحات لشخصيات سياسية تشيد بتعزيز العلاقات الخارجية، تقول أن هذه الزيارات الرسمية ربما تسهم بإصلاح ما دمرت الحكومة السابقة لإنهاء التنازلات اللي قدمت في الدبلوماسية العراقية بتقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة وتقديم مصالح هذه الدول على مصالح العراق. إذن الزيارات ضمن أهدافها أيضا استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة وكذلك عقد اتفاقيات مع دول الجوار تعود بالنفع على البلد. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الموضوع لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشماري. بادرة وصفت بالإيجابية، زيارات لدول الجوار تعود بالنفع الإيجابي للبلد. يسعى من خلالها رئيس الوزراء محمد السوداني بتوطيد العلاقات مع العالم الخارجي والانفتاح سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فبغداد تمد جسور التواصل بين الخليج وطهران والأردن. زيارات تعددت مضامينها وكشف الغطاء عن بعض المصالح التي تعود بالنفع للبلد. فالعلاقات الدبلوماسية مع كافة الدول تستقطب استحسان المراقبين والأوساط السياسية. أما الاهتمام بتعزيز العلاقات مع دول الجوار تضفي رصانة للبرنامج الحكومي بحسب آراء المتخصصين، حيث تكون بوابة لإنشاء المشاريع والاستثمارات وكذلك عقد الاتفاقات التي تصحح مسارات اضطراب الواقع الاقتصادي والخدمي في البلد وتعزيز التعاون في المجال الأمني. ونقلا عن تقرير مفصل في إحدى المراكز الأمريكية للدراسات أشاد بتوازن مسير السوداني نحو العلاقات الخارجية لما لهذه الزيارات التأثير الكبير على تحسين أوضاع العراق على كافة الأصعدة، خصوصا وأن التعاون المتبادل يكون ذا مردودات إيجابية للبلد. وذكر التقرير الأمريكي أن السوداني ذو فكر عال وذكاء مما يزيد من إمكانيته على عقد الاتفاقات الدولية والمشاريع الاستثمارية المثمرة. نهى الشماري، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا، وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور نداء الكعبي الباحثة في الشأن السياسي، حياكم الله دكتورة، وكذلك أرحب بضيفي الكريم أهل محمد حضرتك، وكذلك أرحب بالدكتور صالح الشذر أستاذ العلوم السياسية. أبدأ مع حضرتك دكتور صالح، يعني سير العراق في مسار التوازن الدولي، هذه المعادلات الدولية ذات ما تحدثنا عن الحكومة السابقة كان هنالك انفتاح على العلاقات الخارجية، ولكن من مبدأ الرابح الخاسر، وبالتأكيد الخاسر الأكبر معروف، ولكن مضي الحكومة الحالية بهذه العلاقات مع دول الجوار شرقا غربا جنوبا آخرها كانت قمة الخليج، هل هنالك تغير في معادلات القوى؟ نبحث عن التوازن، نبحث عن الغلبة للعراق أم ماذا؟ نعم،
أولا تحية لك ولمشاهديك الكرام ولضيفتك الكريمة الدكتورة. لك كل التحية. حياك الله دكتور. بالتأكيد هنالك تحول في السياسة الخارجية العراقية، تحولت من سابقا كانت السياسة الخارجية ردود أفعال تأتي من الدولة، وبالتالي رد فعل السياسة الخارجية يكون ضعيف جدا اتجاه الفعل الخارجي القادم من الخارج. يعني هنالك مدخلات تدخل على السياسة الخارجية ومخرجات السياسة الخارجية العراقية كانت ضعيفة وقليلة جدا. الآن أعتقد أن الفعل الخارجي بدأ يتحول إلى فعل خارجي وليس ردود أفعال، وبالتالي نحتاج إلى توازنات إقليمية عربية وإقليمية غير عربية تحتمد مصلحة العراق أولا، وهذه تحتاج إلى طرق دبلوماسية. هنالك حقيقة في مجال الاختصاص دعني أوضح فكرة بسيطة جدا، هنالك فرق بين السياسة الخارجية وبين السياسة الدولية وبين العلاقات الدولية. العراق يحتاج إلى علاقات دولية وليس إلى سياسة خارجية عادية أو سياسة دولية. من الذي يرسم الآخر العلاقات؟ ترسم السياسة، ما السياسة هي اللي ترسم شكل العلاقات مع الدول. نعم، أنا أوضح الفرق لحضرتك وللمشاهدين. الفرق، السياسة الخارجية هو الفعل الخارجي الاحتيادي خارج حدود البلد. السياسة الدولية هي مجموع نقاط التقاء السياسات الخارجية للدول، تسمى بالسياسة الدولية التفاعلية سلبا أو إيجابا. أما العلاقات الدولية هي أوسع وأشمل، وهذا حقيقة يعتمد على صانع السياسة الخارجي بالعراق. إذا ما استطاع أن يتحول إلى علاقات دولية مفيدة للعراق يحتاج إلى حقيقة فريق دبلوماسي متخصص وليس الفريق الموجود الآن من وجهة نظري، وبالتالي يحتاج إلى عمل إيجابي خارجي بتوازنات تخدم المصلحة العراقية ومسك العصا من الوسط على الأقل حتى لا يكون تابع لطرف على حساب طرف آخر. هنالك تغييرات في النظام الدولي أعتقد، وهنالك حقيقة من الممكن أن يكون النظام الدولي يتحول من الأحادية للثنائية أو لنظام متعدد الأقطاب. روسيا تسعى لكسب الجانب حقيقة الشرقي بما فيه الخليج وإيران، وأعتقد العراق سيكون من ضمن هذا المحور. وأنا حقيقة من وجهة نظري لا يعني ليس ميالا إلى أن يكون العراق مع محور بقدر ما هو موجود لمصلحته. العراق بلد ثري ويستطيع أن يناور في موضوع العلاقات الدولية بما يخدم المصلحة، وأن يكون مع الجميع، وحقيقة أن يخدم الجميع، وأن يكون طرف فاعل وراغب في تقريب وجهات النظر بين المختلفين عقائديا وفكريا، وأعتقد أنه يستطيع فعل ذلك أقلها على المستوى الإقليم العربي وغير العربي. نعم دكتور، أنا أجد الترحاب بحضرتك. يتفضل ضيفي الكريم الدكتور الشذر بسياسة مسك العصا من المنتصف. فهل التوازن يعني مسك العصا من المنتصف فعلا؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية أشار الدكتور الشذر إلى يجب أن يكون هنالك تطوير للبيئة الداخلية. نعم. طريق تفاوضي، سياسة مرسومة للحكومة وترسم الحكومة لنفسها حتى نستطيع أن ننطلق نحو العلاقات الخارجية. نعم صحيح، أتفق مع الدكتور ومع حضرتك، لكن في البدء دعني أجدد الترحاب بحضرتك والأخ وزميل العزيز دكتور صالح الشذر ومشاهديكم الكرام جميعا. يعني حضرتك تعرف أستاذ أحمد، اليوم قضية التوازن في العلاقات مهمة جدا مثل ما تحدث الدكتور. يعني اليوم العراق بعد 2003 عليه تغيرت يعني خطى العراق، العراق لم يعد معزول مثل السابق في الحصار الاقتصادي، بالتالي تغيرت منظومة العلاقات الخارجية للعراق، وهو يحتاج أيضا إلى دعم الدول المنطقة، دعم الدول الرأي العام العالمي، المجتمع الدولي إلى دعم العراق، وهذه الدول أيضا تحتاج العراق. اليوم الحفاظ على الأمن الإقليمي، على الأمن عموما، هي مهم جدا. العراق عندما تعرض إلى داعش وإرهاب داعش، هذا أثار حفيظة الدول، الخوف من تصدير الإرهاب إلى هذه الدول. أيضا عندما كانت مشاكل الانتخابات في العراق، كان هنالك تخوف أن تكون هنالك حروب أهلية، بالتالي تؤثر على المنطقة وتؤثر على الأمن والسلمين المجتمعيين سواء الداخلي أو الإقليمي أو الخارجي. فإذا اليوم العراق لم يعد معزول عن دول العالم أو دول الجوار، إذا يحتاج أن يعيد هذه العلاقات، أن يحتفظ بالعلاقات الدبلوماسية. العراق من 2003 لحد الآن الحمد لله عنده منظومة علاقات جيدة، منظومة علاقات دبلوماسية، لكن السيد السوداني من خلال هذه الزيارات هو يريد أن يوطد أواصر هذه العلاقات. الحكومة السيد السوداني لديها دعم سياسي ودعم جماهيري الحمد لله، هي قد تكون الحكومة الوحيدة يعني من بعد حكومة السيد الكاظمي التي حصلت على إجماع سياسي وإجماع جماهيري، لم تكن هنالك اعتراضات
على هذه الحكومة منذ تأسيسها. بالتالي يحتاج أيضا إلى الدعم الدولي، الدعم الدبلوماسي، أن تكون هنالك علاقات دولية وعلاقات دبلوماسية خاصة في المجال الأمني، في المجال الاقتصادي. العراق مقبل على خدمات، برنامج السيد السوداني هو برنامج إصلاح وبرنامج خدمات، بالتالي هذا البرنامج يحتاج إلى دعم كبريات الدول، كبريات الشركات الاقتصادية أن تأتي وتستثمر في العراق. تعرف حضرتك ولا يخفى على الجميع، البيئة الأمنية في العراق هي كانت بيئة طاردة للاستثمار. نعم. اليوم من صارت هذه مباريات الخليج، إذا سمعت وشفت التصريحات يعني على الفيسبوك، التعليقات من قبل الجمهور في الخليج أو المواطنين يخافون يجون للعراق، أو هم يعني يستكثرون الفيزا $200 بسبب الأوضاع الأمنية في العراق. طيب. البعض من التعليقات. إحنا دكتور أيضا مهم يقفز للطاولة سؤال مهم. نعم جدا. الوضع الأمني في العراق، هل أن الظرف الخارجي هو لعب دور في استياء الوضع الأمني في العراق، بالتالي إحنا بيئة طاردة بضغوطات خارجية، أم هي الداخلية كانت حاكمة، وهذه الزيارات هل ستسهم في تخفيف الضغط من هذه الدول على العراق؟ نعم أستاذ أحمد، لا، هي قضية الإرهاب لم تكن داخلية، هي قضية خارجية. بالتالي اليوم داعش لم يكن صنيعة الداخل، هو صنيعة الخارج وتم تصديره إلى العراق. فبالتالي دعم هذه الدول للعراق، الاتفاق على الحفاظ على أمن العراق، الحفاظ على اقتصاد العراق، أن تشارك هذه الدول وتساهم بدعم العراق اقتصاديا، أن تأتي كبريات الدول وتستثمر في العراق، وبالتالي هي مصالح متبادلة. اليوم رأس المال هو جبان، يحتاج إلى بيئة آمنة لكي يأتي ويستثمر في العراق. فإذن هي المصالح متبادلة بين الطرفين، لكن أيضا تحتاج إلى تأكيدات، إلى توطيد أواصر هذه العلاقات بين الحكومة العراقية وكذلك إلى جميع الدول، سواء دول الجوار، دول الخليج، الدول الإقليمية والمجتمع الدولي. أيضا هذا يتعلق بمنظومة العلاقات الخارجية. حقيقة إحنا علينا جانب مهم. اليوم السيد السوداني ذهب بزيارات دبلوماسية إلى العديد من الدول، سواء عربية أو إقليمية أو عالمية، لكن إحنا عندنا مشكلة بالعلاقات الخارجية. اليوم منظومة العلاقات الخارجية في العراق هي ليست موحدة، وهذه أيضا مشكلة كبيرة تقف أمام منظومة العلاقات الخارجية. اليوم منظومة العلاقات الخارجية في المركز هي في أحيان كثيرة تختلف عن منظومة العلاقات الخارجية في الإقليم، ولا يشترط أن يسير تسير المنظومتان باتجاه واحد. فبالتالي هذه أيضا تقف عائق أمام العلاقات الخارجية، العلاقات الدبلوماسية، الشركات الاستثمارية التي تأتي في العراق. فتوحيد القرار مهم جدا. زيارات السيد السوداني مهمة، لكن تحتاج هذه الزيارات ليست فقط إلى اليوم توجه السياسة الخارجية واليوم عمل وزارة الخارجية العراقية، بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية. طيب. إجماع لدى جميع الفرقاء والشركاء السياسيين أن تكون هنالك فعلا منظومة علاقات خارجية الإرادة موحدة. السياسية. نعم، هذه الإرادة السياسية دكتور صالح تحققت وسط أنه حكومة خدمات طالب بها الإطار التنسيقي، الإطار كان هو نواة لتحالف إدارة الدولة، هذا التحالف أنتج حكومة السوداني، بالتالي هذا التعاضد بين الكتل السياسية البرلمانية، تشكيل حكومة إطارية برنامجها واضح، برنامج خدمي، عندما تتوجه للتفاوض والحديث وفتح علاقات مع دول الجوار والدول الأخرى، هذا الموضوع إذا كانت أهداف اقتصادية بالدرجة الأساس، فهل سينتهي إلى حل أزمات أمنية بين هذه الدول؟ نعم، اولا في السياسه الخارجيه وفي العلاقات الخارجيه كلما كان الداخل متماسك السياسه الخارجيه تكون اقوى، والعكس صحيح تماما. بالتالي مثل ما تفضلت حضرتك والدكتوره، بما انه الحكومه نتجت عن حقيقه رغبه واضحه لدى الاحزاب التي شكلت الحكومه، بالتالي ظهرت حكومه السيد السوداني ببرنامجها حقيقه الحكومي الذي يتضمن الجانب السياسي الاقتصادي ومن ثم العلاقات الخارجيه. اعتقد انه الان فعل العلاقات الخارجيه خدمه للجانب السياسي والاقتصادي واتى من حيث انتهى، وبالتالي هي حقيقه مبادره وذكيه جدا.
إذا ما استطاع السيد السوداني حقيقة استغلال الظروف الداخلية المؤاتية والملائمة له كدعم، وبالتالي يتحرك خارجيا بحقيقة خطوات مدروسة، أعتقد أنه سينجح اقتصاديا، وإذا ما نجح اقتصاديا في حل الأزمات الداخلية سينجح سياسيا، وأعتقد أنه ستحسب له في المستقبل النتائج الإيجابية. والعكس صحيح، والعكس صحيح أيضا تماما، إذا ما فشل اقتصاديا سيتبعه فشل سياسي وسيتبعه فشل في العلاقات الخارجية. أعتقد أن السيد السوداني ماض إلى موضوع النجاح، وأعتقد أنه بعض الكتل السياسية رغم أنها أيدت السيد السوداني ولكن لا تريد النجاح المطلق للسيد السوداني حتى لا يحصل على ولاية جديدة، باعتبار أن هناك تنافس سيكون حتى في داخل الإطار، وأنا أتحدث بصراحة مطلقة وأنت تعرف حضرتك، وبالتالي أعتقد أنه سيكون محددات حزبية من الإطار نفسه إذا ما نجح السوداني بدرجة على سبيل المثال 80%، ولكن يسعون إلى أن يكون نجاح 50% لتمشية الأمور في علاقاتهم الخارجية، ومن ثم حقيقة ينطلقون لمبادرات جديدة في الفعل الخارجي. وأعتقد على وأعتقد أن السيد السوداني يفهم ذلك جيدا، وإذا ما استمر حقيقة فيما هو عليه أعتقد أنه سيضع النقاط على الحروف بطريقة علاقاته الخارجية العربية الإقليمية والإقليمية غير العربية، ومن ثم ينطلق إلى المسار الدولي. نعم. طيب، معالجة وترميم العلاقات مع هذه الدول دكتورة نداء، كيف ترينها بعد أن كانت الغلبة لمصالح هذه الدول وتغريب مصالح على حساب مصلحة العراق في زمن الحكومة السابقة اتفاقات أو اتفاقيات عقدت مع مصر، سوريا، الأردن، غيرها من هذه الدول، وكان أنه على حساب مصالح العراق تتحقق مصالح هذه الدول. اليوم هل من الممكن للمفاوض العراقي للحكومة العراقية أن تصحح هذه المسارات وتضعها في السكة الصحيحة؟ يعني احنا استاذ احمد كنا نتامل ان حكومه السيد السوداني تغير شيء من هذه الاتفاقات السابقه اللي ابرمتها حكومه السيد الكاظمي، وكانت حقيقه فيها من الغبن الكبير على الجانب العراقي، حقيقه لم تحافظ على المساواه بين الطرفين، ولذلك كنا دائما ما نعترض على هذه الاتفاقيات، وخاصه الاتفاقيه الاخيره اتفاقيه مع الاردن ومصر، لو كانت هي يعني حكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها أن توقع هكذا اتفاقات لها تبعات اقتصادية، بالتالي تتحمل تبعاتها الحكومة اللاحقة وهي حكومة السيد السوداني. فلذلك كنا نتأمل أن يعيد السيد السوداني النظر في هكذا اتفاقات، لكن هو مثل ما صرح أنه هو ماضي بتمرير هكذا الاتفاقيات وإتمامها. اليوم السيد السوداني حقيقة إذا ننظر إحنا من جانبه، يعني هو ما يقدر يفتح جبهات أخرى، اليوم جبهة إقليمية وجبهة داخلية، وعنده قضية فتح ملفات الفساد في الداخل أيضا في الخارج على المستوى الإقليمي المستوى الدولي، أن يثير حفيظة الآخرين، وبالتالي هي تأتي الحكومة وتثير قلاقل ومشاكل مع دول الجوار وتغير من هذه الاتفاقيات. لكن أنه في تقديري أنه السيد السوداني لديه من الحنكة والحكمة والدبلوماسية أن يغير، لكن بطريقة غير مباشرة، أو يمسك العصا مثل ما ذكر الدكتور من الوسط، وهذه مهمة جدا. اليوم الدبلوماسية مهمة، الوسطية مهمة جدا، خاصة اليوم هنالك طرف مهم في السياسة الدولية وهو الجانب الأمريكي، هو يريد سياسة القطب الواحد ويريد أن يبقى العراق يدور في محور الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كان زيارات السيد السوداني إلى يعني أغلب هذه الدول هي رسائل بأن العراق لا يدور في محور الولايات المتحدة الأمريكية، لا يتبع سياسة القطب الواحد، وخاصة أنه العالم يميل إلى تغيير هذه السياسة القطبية، سياسة القطب الواحد، لكن نحتاج أن نعيد النظر في هكذا اتفاقات. العراق اليوم يحتاج إلى دعم جميع الدول، نحتاج إلى قضية البحث العلمي، مثل ما راح السيد السوداني إلى ألمانيا وهي متقدمة في قضية البحث العلمي، قضية الكهرباء، قضية الأسلحة، قضية البنية التحتية. اليوم العراق لديه بنية تحتية متهالكة، نحتاج إلى دعم هذه الدول، والأهم من ذلك نحتاج إلى دعم هذه الدول إعلاميا، نحتاج إلى دعم هذه الدول على الجانب الأمني. حقيقة يعني يأثر ويحس بالنفس لما نسمع يعني أهلنا وناسنا بالخليج من يصرحون أنه العراق أنا وين ذاهب الأمريكا، أنا وين ذاهب الفرنسا، حتى أعطي 200 دولار. بعد كان العراق في الصيف يملأ بالخليج والناس والسياح الذين يأتون إلى العراق، وكلها يعني تصريحاتهم عندما تقرأها وكتاباتهم تعليقاتهم، هو الوضع الأمني بالعراق جيد، أنا مضحي بنفسي حتى أروح للعراق. إذن هنالك إعلام
وللأسف إحنا نساهم بهذا الإعلام في أحيان كثيرة. إعلام طيب. عراقي أصفر هو من يصور الوضع في العراق والبيئة يعني في العراق هي غير كل آمنة. كل هذا دكتورة، خلينا ننتقل إلى الدكتور الشذر. دكتور صالح، يعني نتحدث عما تحدث به الدكتورة، أكو فريق ده يشتغل يوطد علاقات، هسه مثلا ذهاب إلى القطب الواحد إلى أمريكا، أيضا هناك توجه للذهاب إلى ألمانيا، وبدأ وزير خارجي يمهد هذه العلاقات. طيب هذه الطريقة، العمل بروح الفريق وتوطيد العلاقات، تلبية دعوة المستشار الألماني، فتح مجالات الطاقة، كل هذا إلى ماذا يشير؟ وهنا أيضا نقارن بالحكومة السابقة، حسب السيد الصيهود نائب الصيهود يعني قال أنه قبل كانت زيارات الكاظمي تتسم بالعلاقات الشخصية مع هذه الدول وطريقة الاستعراض. لا، هنا اليوم نريد تشكيل لجان، يعني عقد اتفاقيات حقيقية لمصلحة العراق. ليش مصر من زمان حسنت موضوع الكهرباء وإحنا بين سيمنز وبين جنرال الكتريك، وبالتالي لحد الآن ما معالجين جزء بسيط من هذا الملف؟ نعم، سؤال مهم جدا من حضرتك، أنا أشكرك. أكيد يعني الحكومة الحالية تحاول حقيقة التخلص من الهيمنة القطب الأوحد، وتعرف هنالك اتفاقية وقعت بعام 2007 وعام 2008 من قبل السيد المالكي في وقته، وبالتالي فعلت عام 2014 مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الإطار الاستراتيجي، اتفاقيتين، اتفاقية اقتصادية واتفاقية يعني شبه دبلوماسية عسكرية فيها دعم لوجستي. بالتالي لا يستطيع العراق التخلص من الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة يعني بسيطة جدا، وبالتالي عندما يذهب إلى جهة الاتحاد الأوروبي باعتبار هناك علاقات بين الاتحاد الأوروبي وبين أمريكا، وبالتالي حقيقة لا يستفز حفيظة الأمريكان، وهو حقيقة أعتقد أنه تكتيك جديد ويحسب للحكومة الحالية في فعل السياسة الخارجية. هذا جانب. الجانب الآخر، لو تعاقدنا مع حقيقة شركة ألمانية مثل ما تعاقدت مصر على سبيل المثال، بالتالي ستنتهي مشكلة الكهرباء. ولكن أعتقد أن وزيرة السفيرة الأمريكية التقت بوزير الكهرباء في العراق وأبدت استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لحقيقة العمل في مجال الطاقة ومجال الكهرباء، وبالتالي أعتقد أنها حقيقة وضعت النقاط على الحروف، وبالتالي أعتقد لا يستطيع العراق التخلص من هكذا ضغوطات إلا أن تكون هنالك حقيقة مشاركة من أكثر من دولة على سبيل المثال، سواء كانت هذه الدول إقليمية عربية أو غير عربية أو دولية أو دولية، وبالتالي يستطيع حقيقة العراق الاستفادة من جميع هذه الخبرات لصالح الكهرباء أو أي مشروع داخلي، حتى حقيقة العراق لا يستطيع أن يعادي أي دولة من هذه الدول باعتبار هنالك على سبيل المثال حتى الاتفاقيات بين مصر و الأردن. هنالك عندما حقيقة جاءت القوات المحتلة إلى العراق عبرت قناة السويس بموافقة مصر، وأعتقد أن هذه الموافقة عليها تبعات إيجابية لصالح مصر، والآن ستحصل على هذه الإيجابيات باعتبار هنالك مشاريع ستعطى هدية من الولايات المتحدة الأمريكية في العراق للاستثمار، وأيضا الأردن كان حقيقة مستقبلا لي ما يسمى بتدريب الجيش العراقي وتدريب القوات الشرطة العراقية في وقت عندما حلت الأجهزة الأمنية، وبالتالي أيضا هو نوع من الوفاء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للشريكين المهمين مصر والأردن، وبالتالي حقيقة لا يستطيع السيد السوداني ولا غير السيد السوداني أن تخلص من هكذا اتفاقيات. أنا كمختص بالعلاقات الدولية أتحدث بصراحة جدا، وبالتالي عليه أن يناور في أن تكون هنالك أن يلعب اللعبة غير الصفرية، باعتبار اللعبة غير الصفرية هي ربح للجميع ولا يوجد أحد خاسر، وبالتالي يستطيع العراق بما أنه لديه ثروة نفطية ولديه حقا فائض اقتصادي وبحبوحة من المال الآن يستطيع أن يناور ويحصل على نقاط إيجابية في اللعبة الدولية لصالح العراق ولصالح مخرجات الحكومة الحالية إذا ما أرادت النجاح. نعم. طيب دكتور، يعني مثل ما يشير الدكتور الشذر بأنه الكثير من الأمور تم تمهيدها، نتذكر حكومة السيد عادل عبد المهدي عندما توجهت إلى الصين توجهت ضدها كل الأقلام والأجيال من الحروب وتحريك أوراق مختلفة. هسه هنا اختلفت قواعد هذه اللعبة السياسية، يعني لما يكون هنالك مؤتمر قمة خليجي تحضر فيه كل الأطراف العربية وتجتمع مع الصين والعراق بدورة هو الفاعل الرئيسي، هل يستطيع أن يستغل ويستثمر كل هذه المعطيات ويكون ليس بصدام مباشر مع أمريكا بهذا المعنى؟ أستاذ أحمد، بس خليني أضيف شوية على قضية الكهرباء. طبعا مصر هاي الدبلوماسية والوسطية اللي تحدثنا عنها، صحيح مصر أعطت الملف الكهرباء تعاقدت مع شركة سيمنز
لكن لم تعطيها بالكامل إلى شركة سيمنز. هي الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت على أنه مصر تتعاقد مع شركة سيمنز، لأن مصر إحدى دول التطبيع، بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية داعمة مصر، فاتفقوا أنه المواد والأجهزة يتم تجهيزها والتعاقد مع شركة جنرال إلكتريك، وفقط شركة سيمنز هي المشرف والمنفذ لهذا المشروع. لذلك وافقت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمضي الكهرباء في مصر يعني بالتعاقد مع شركة سيمنز. هذه الوسطية اللي نقول عنها. اليوم عقد مؤتمر خليجي يعني لتمرير الاتفاقية الصينية، وملفكم الثاني هو قضية الأردن. إذا تربطون بين حضور الأردن إلى هذه القمة وقضية التصعيد اللي صار في الأردن حول ارتفاع أسعار البترول أو السولار، تعرفون الأردن عندما شاركت وذهبت إلى هذه القمة مباشرة بعد أن عاد الملك، حصلت أحداث بالضبط شبيهة بالأحداث اللي صارت في العراق بعد أن ذهب السيد عادل عبد المهدي إلى الصين لتمرير الاتفاقية الصينية، وعاد ورجعت تشرين والمطالبات بالإصلاح. إذن اليوم الجانب الأمريكي هو يعمل، وهو يريد هنالك منافسة، اليوم منافسة قطبية أخرى، منافسة التنين الصيني القادم. هنالك يعني اليوم إحنا لا نتحدث عن اتفاقية صينية أو قضية مصالح اقتصادية صينية أو مصالح اقتصادية أمريكية، إنما الموضوع أبعد من ذلك، قضية متعلقة بالسياسة الدولية. هنالك مشروع أمريكي هو رواد يراد له أن يفتح 2030، مشروع صيني يفتح في 2050، مشروع طريق الحرير. هذه المشاريع هي تغير خارطة الطرق والجسور العالم، تصبح الحواجز والحدود بين الدول هي مثل الاتحاد الأوروبي بموجب الشركات الاقتصادية. لذلك نجد مثلا اليوم شركة واتساب، شركة فيسبوك، شركة شيل، مستقبلا سوف لا تكون هنالك عصبة للأمم، إنما يكون هنالك اتحاد لهذه الشركات. المشكلة العراق عقدة الفصل في المشروعين، العراق إذا دخل في المشروع الصيني لا يمكن أن يدخل في المشروع الأمريكي، لذلك هذا التقاتل والتزاحم على العراق. نحن كعراقيين كحكومة لم نقرر نحن مع المشروع الصيني أم مع المشروع الأمريكي، والعراق أي مصدر للدخل أو مصدر للاقتصاد في هذين المشروعين. مثلا في المشروع الصيني قطر والجزائر، حتى في المشروع الأمريكي هم محطة للغاز الطبيعي. طيب احنا العراقيين لدينا اليوم النفط، في هذه المشاريع الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على النفط، إذن ما هو دورنا في المشروعين؟ علينا أن نعرف دورنا، هل هو دور المهم وينفع الاقتصاد العراقي مع المشروع الصيني أم مع المشروع الأمريكي؟ هذا هو المهم. هذه التساؤلات كلها تبقى مطروحة على طاولة النقاش، ونتناولها في حلقات حصاد الأيام في مقبل الأيام إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور نداء الكعبي، الباحث في الشأن السياسي، والشكر كثير لحضرتك أستاذ العلوم السياسية الدكتور صالح الشذر، أثرت الحوار في هذا الملف. نتواصل معكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا، ارحب بضيفي الكريم في هذا الملف الدكتور مصطفى البهادلي، استاذ العلاقات الدوليه الجامعه المستنصريه. حياك الله دكتور مصطفى. اهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا بحضرتك. ونتحدث عن الازمه الاردنيه، احداث متسارعه، سرعان ما تغيرت الاوضاع والاحوال، كانت هي وليده اليوم، وانما كانت هي ازمه مؤجله، قنبله موقوته منذ سنوات نتيجه الضغوط الاقتصاديه المتراكمه اللي يعيش الشعب الاردني. ما هي تداعيات هذه الاحداث برايك دكتور؟ كل التحية والتقدير لجنابك الجمهور قناة الأيام. الحقيقة الأزمة الأردنية هي أزمة سياسية اجتماعية اقتصادية، هذا واحد. اثنين، هي أزمة احنا نقول عنها كامنة، يعني بمجرد أن تتهيأ لها الظروف الموضوعية
والذاتية لكي تشتعل فتشتعل كما يقال. يعني هي كأنما عود ثقاب يشتعل في علبة من عيدان الثقاب الأخرى، يعني تمتد النار إليها سريعا كما يقال. تداعياتها الحقيقة، أنا قبل ما أتحدث عن تداعياتها خليني أعرج على أسبابها. تفضل دكتور. يعني هو هذا الـ يعني أعتقدها بداية صحيحة للحديث. بداياتها المعلن وهو الصحيح إلى حد ما الارتفاع في أسعار المحروقات ولا سيما البنزين تحديدا. نعم. هذا الموضوع أشعل فتير الأزمة، وعلى أثره صار يعني عملية إطلاق نار لنائب أو معاون رئيس الشرطة في محافظة معان الأردنية، وقتل الحقيقة بقناص من بعيد على فكرة، يعني هاي المعلومات المتداولة حتى الآن. وأخذت الأزمة تتصاعد في عدة محافظات أردنية. هذا شو ينبئ؟ ينبئ أن المجتمع الأردني هو مجتمع كأنما يغلي، ووجد في هذه المناسبة فرصة للتنفيس على لكل ما كان يختلي طيب. فيه كما يقال طيب. في المدة الماضية. هذا التحليل، خلينا نذهب إلى المعلومة دكتور لو تسمح لي، أنه ينضم معنا عبر الهاتف السيد ضرغام هلسة المحلل السياسي من الأردن. حياك الله سيد ضرغام. نتحدث عن كل المعالجات اللي اتخذتها الحكومة الأردنية، لكنه لم يتم التنفيذ عن الشعب الأردني كما أشار الدكتور مصطفى البهادلي. هل هنالك إجراءات من الممكن اتخاذها لتخفيف هذا العبء والضغط؟ سيد ضرغام. نعم نعم. تسمعني حضرتك؟ أعيد السؤال إذا تحب. السؤال إذا سمحت. سيد ضرغام، يعني نتحدث عن الوضع الأردني، الحكومة هل لديها إجراءات أن تتخذها لتخفيف وطأة هذه الأزمة على الشعب الأردني؟ الدكتور ضيف الكريم الدكتور مصطفى البهادلي يشير إلى ضرورة التنفيس عن الشعب حتى يكون هنالك استقرار مجتمعي لا يؤدي بخلق أزمات جديدة. نحن اليوم دخلنا اليوم 16 أو 17 الأزمة التي احتدت بعد قرار الإضراب الذي بدأ في منطقة في معان وانتقل الآن إلى كل مناطق المملكة الأردنية الهاشمية. لحتى هذه اللحظة لا يوجد أي ردة فعل حكومية على كل ما يجري في الساحة الوطنية، سوى بعض محاولات الالتفات لضرب هذه الاحتجاجات ومحاولة شقها. آخر عملية التفات تمت اليوم، حيث أرسلت الحكومة مجموعة من نوابها طبعا أعضاء النواب اللي هم فعلا نوابها، لأنه أنا حكوماتنا بالدور الانتخابات تاريخيا، ذهبوا إلى معان وحاولوا اللقاء مع مجموعة من سائقي الشاحنات أو بعض ملاكي الشاحنات أيضا، وصدروا بيان بأنه الأزمة. طيب، بينما نعاود الاتصال مع السيد هلسة، ينضم معي عبر سكايب السيد حسن سلامة من بيروت. حياك الله سيد سلامة. نتحدث عن الأزمة الأردنية، بالتالي هذه الدول المتقاربة جغرافيا والمتشابهة في أزماتها، هل من الممكن أن تكون هنالك بما نسميه العدوى الاجتماعية تنتقل هذه الأزمات؟ أو نتساءل أيضا عن محركات هذه الأزمة إن كانت محركاتها خارجية. سؤال لي. نعم نعم سيد سلامة تفضل. نعم. أنا أعتقد أن الدول العربية تتهاوى الواحدة تلو الأخرى. هناك يعني مؤامرة على الدول العربية الإسلامية بشكل واضح منذ بدء استغلال الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بصدام حسين، كان يعني قصدها الإطاحة بالعراق.
ونحن نرى العراق اليوم جريح، العراق اليوم يعني يعاني رغم أنه دولة نفطية، ولكن هناك مشاكل كثيرة. ثم انتقل الأمر إلى سوريا، تم تدمير سوريا، ولاحقا في لبنان أو قبل سوريا لبنان 2006 محاولة سحق حزب الله، يعني سحق لبنان. الآن مصر على خطى لبنان في الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية التي تعانيها وسوء أحوال المعيشة، والأردن أيضا هو على خطى لبنان ومصر. الأردن ولبنان ومصر تقع كل الدول العربية غير الخليجية تحت نفس الشعار أو تحت نفس القرار الأمريكي، محاصرة هذه الشعوب وإذلالها حتى تسقط من رأسها أو تسقط من اعتباراتها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي عدو، كما إسرائيل عدو لهذه الشعوب. دكتور حسين، خليني أقاطعك في هذه الجزئية. الرد المفرط دكتور مصطفى اللي استخدمته قوى الأمن الأردني لربما هو من فاقم الأوضاع وأخرجها عن نصابها وعن السيطرة مرات عدة، وهنا نشير أيضا إلى تغيير الحكومات الأردنية بأوامر ملكية عدة مرات، بالتالي الحكومات عندما لا تستطيع أن توفر للشعب قوته واحتياجاته، ما هو الحل؟ هو هال قلت لك علي بالبداية، قلت لك هي الأزمة أزمة اجتماعية اقتصادية سياسية، والقدور الفارغة يعني القدر الفارغ بإمكانه أن يفعل ما لم تفعله البنادق ولا الطائرات. لما يكون قدر فارغ في العائلة فخلاص يعني بقى الموضوع يعني أما نكون أو لا نكون كما يقال. بالتالي المملكة هي إحنا نسميها دولة هشة تعيش على ما تستلم من الهبات والمساعدات من الخارج، وليس آخرها النفط العراقي الذي يحسب بفارق سعر أكثر من 15 دولار يعني كنوع من المساعدات للمملكة الأردنية. وليس هذا فقط، وإنما حتى على المستوى السياسي انعدام المشاركة السياسية، انعدام التداول السلمي للسلطة، عدم إيجاد ما يسمى بالملكية الدستورية مقيدة بالدستور. يعني شوف مثلا أنا اطلعت على الدستور الأردني في أكثر من 40 مادة 30 مادة تتحدث عن سلطات الملك. الملك هو الذي يعين القادة، وهو الذي يعين القضاة، وهو الذي يعين كل شيء، والسفراء وغيرهم وغيرهم، وهو السلطة المطلقة والنهائية بيد الملك. وعلاوة على ذلك إن الملك هو مصان، وهنالك مادة يعني ما بعد 30 من الدستور تقول من أنه التطاول باللسان على شخص الملك، وكأنما الملك هو إله لا يرقى إليه الشك ولا يمكن الانتقاد به أو عليه، ولا يمكن أن واحد يمسه بالقول لا بالإعلام ولا بغير الإعلام. وبالتالي الشعب الأردني يعني، وهو هذا على فكرة يعني سواء هاي الأزمة تمت السيطرة عليها أو لم تتم فالأزمات قادمة سيد الكريم. يعني قراءتنا إحنا كمختصين في الشأن السياسي الأزمات قادمة في المملكة الأردنية، بسبب أنه قلت لك يعني لا حقوق مدنية للشعب الأردني ولا حقوق سياسية، فضلا عن ما يسمى بالبحبوحة الاقتصادية التي قضى عليها ما يسمى بصندوق النقد الدولي. وصفات صندوق النقد الدولي سيدي الكريم انه ارفعوا من تسعيرة البنزين، ارفعوا الدعم عن الخبز، ارفعوا الدعم عن بعض مفردات كما يسمى المفردات اليوميه للمواطن. نفس ما يحدث في العراق. نعم، نفس ما يحدث في العراق. وهنا ايضا نسال عن الدعم الخارجي دكتور. نعم. ودعني اتوجه للدكتور حسين سلامه. دكتور سلامه، نتحدث كما تحدث ويشير الضيف الكريم الدكتور البهادلي، هل ان هذا الوضع الهش او الدوله الهشه او المملكه الهشه
تسند من قبل دول مجاورة، إذا ما حدث أمر في هذه المملكة سينسحب إلى الممالك الأخرى. أقصد هنا الدعم الخليجي، الحفاظ على الحكومة، الحفاظ على المملكة بصورة عامة. هل ستتلقى الدعم من الخليج للقضاء أو توقف هذه الأزمة بدون تفاقمها؟ يعني نحن نعرف تماما أن النظام الأردني كان منذ قيام دولة إسرائيل محمي بالأمن الإسرائيلي، محمي بالسياسة الإسرائيلية، وسيبقى هذا الأمن محميا إلى أن يتكون قرار أن تصبح الأردن، أن يصبح وتصبح مملكة الأردنية والوطن البديل للفلسطينيين. هذا الأمر باعتقادي أنا أن الأزمة الفلسطينية بدأ حلها منذ العام 94 على خطوات بالتدريج. يعني نحن نرى كل يوم شيء جديد فيما يتعلق بهذه القضية. الآن نحن نعلق الآمال كثيرا على المقاومة في فلسطين التي يمكن أن توقف أي مشروع، ولكن الأردن هو ضحية قرارات إسرائيلية أمريكية. اليوم الملك الوضع يعني لم يكن في الأردن في يوم من الأيام يشبه ما تمر فيه الدولة في الأردن أو الحكومة أو الملك. التطاول على الملك أصبح مباحا اليوم. استمعنا اليوم إلى خطاب في تظاهرة خطير جدا يتهم الملك وزوجة الملك وأهل زوجة الملك بالأزمة الاقتصادية القائمة في الأردن، ويقول أن زوجة الملك وأهلها هم من اغتنوا على حساب الشعب. إذا من أين يأتي الضوء الأخضر لخروج هكذا مواقف؟ نحن يعني مما مررنا به في لبنان نعرف أن الأمور تبدأ كذلك، وليس الوضع فقط داخلي في الأردن، هناك أزمة متفاقمة كبيرة جدا، ولكن هناك أيادي خارجية تمتد لإشعال النار على إيقاع هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة. اليوم كل الدول العربية تمر في مثل هذه الأزمة، وكلها سينالها ما ينال لبنان وما ينال الأردن وما ينال مصر، مع أن مصر كدولة وكحكومة وكرئاسة جمهورية ما زالت متماسكة. نعم. ولكن الشعب يختنق أيضا في مصر كما يختنق الشعب في الأردن. أنا بتقديري أن هناك من يشعل الفتائل في دولنا. طيب. وليس المقصود بذلك أنه لا يوجد أسباب لخروج الناس على السلطة وللمجاهرة في الشكوى والأنين والمظلومية التي يتعرضون لها، ولكن هذه الدول التي كانت تعتمد دائما على عدة مصادر خارجية للتمويل ولإنعاش الاقتصاد حجبت عنها الآن. طيب دكتور، لم يعد يتبرع للأردن سوى العراق الذي يدعم لبنان بالنفط ويدعم الأردن بالنفط ويمد يد العون لكل من يحتاج في دولنا العربية. لا يقصر العراق في ذلك، ولكن لن تحل المشكلة في الأردن لا اقتصاديا ولا معيشيا. وليس فقط موضوع المشتقات النفطية، في موضوع المعيشة، في موضوع شح الإمكانات المعيشية. طيب. دكتور سلامة، يعني بما تتفضل به خلينا عكس الدكتور البهادي. دكتور مصطفى يتحدث ضيف الكريم عن دور العراق الأساسي والمحوري في مساعدة هذه الدول، ولكن بالإعلام عندنا نظرية بأن الإعلام هو مصدر المعلومات. هنا عند رصد الفضائيات شفناها أنه في الأزمات العراقية كان النقل مباشر، في الأزمة الإيرانية، في غيرها من الأزمات تكبر وتوسع وتجعل الوضع مأساوي في بقع صغيرة وتبدأ بتكبيرها. اليوم لما نشوف الإعلام الدولي والإعلام العربي ساكت عما يحدث في الأردن، هذا إلى ماذا يشير في سلم الأولويات؟
يشير إلى أن المملكة الأردنية مدعومة أمريكياً بريطانياً إسرائيلياً بضرس قاطع. أقول لك يعني وحتى أنه موجودين بريطانيين على رأس المؤسسة الأمنية في الأردن، على عكس الوضع في العراق مثل ما تفضلت أنه يراد للعراق أن يلحق بهذا الركب، يا ركب ركب الإمارات في الخليجية أو الأردن أو المغرب العربي كما هو اليوم حادث في لقاءات بايدن مع القادة الأفارقة وما يفعله في المغرب أو اتجاه المغرب. سيدي الكريم، هنالك أنظمة مرضي عنها، مرضي عنها لأنها مع التطبيع، مرضي عنها لأنها تتماهى مع المشروع الغربي الأمريكي تحديدا، وليس لديها أي مشكلة مع إسرائيل كيان صهيوني. فبالتالي مثل هكذا حكومة، مثل هكذا مملكة تدعم. وللمعلومات أو للدلالة على ما أقول، إن ما يسمى بحادثة الأمير حمزة قبل سنتين إذا تتذكر جنابك، اللي كانت مدعومة على فكرة، هذه الحركة الانقلابية مدعومة من الإمارات العربية المتحدة بعشرة، اللي رصدت لها 10 مليار دولار للإطاحة بالنظام السياسي الأردني. اللي كشف الموضوع من الألف إلى الياء هي المخابرات البريطانية وبالتحديد مكتب AM6. وبالتالي أقول إن هكذا نظم على شاكلة النظام السياسي الأردني هو ممدوح ومقبول طالما هو يخدم المصالح الإسرائيلية في المقام الأول في المنطقة والمصالح الأمريكية والبريطانية. فلهذا يعني مثل عندما مثل الآن تابعت BBC البارحة وأمس واليوم على ما يمكن أن تقوله على الأحداث في الأردن، مثلا ما قالت إنه الشعب الأردني هو شعب يفتقر إلى التداول السلمي للسلطة اللي إحنا عندنا معمول به. يعني إحنا ننتقد على فكرة النظام السياسي العراقي، بس حسنات بل خليني هيك أقول، سيئات النظام إذا كانت فيه سيئات هو أفضل من حسنات ما يسمى بالأردن. أنا أشكرك شكرا على هذا التوضيح دكتور مصطفى البهادلي، وإن كان الموضوع دوليا ولكن نحن نأخذه من انعكاسات على باقي الدول وهذا ما يخصنا وليس تدخلا في الشأن الداخلي الأردني. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى البهادلي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية، وشكري موصول لحضرتك الدكتور حسين سلامة، حدثنا عبر سكايب من بيروت المحلل السياسي. وكذلك نكرر شكرنا ونأسف لانقطاع الخط مع السيد ضرغام هلسة المحلل السياسي، انضم معنا عبر الهاتف من الأردن. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، في أمان الله.